ولكن انخيل عاون كثيرا المرينج في دوري الابطال. الريال بطل ولا يناقش احد. 11 مباراة فائز، تعادل وحيد وهزيمة وحيدة. الملك قلت لكم انه اسباني وملك اسبانيا، ولكن هو مدريدي القلب والهوى، وهو يعبر باللسان لكاسياس: ارعبتموني بيني وبينك، ولكن فزنا بالاخير. اربيلوا خيسي، هذا ريال 2014، فكيف سيكون ميرينج 2015؟ ممكن ببوجبا وممكن بسواريز، معهما الريال سيكون دنيا اخرى. النوفينا حضر فيها فقط من هذا الجيل كاسياس، وفي الدسمة يرفعها كاسياس. اخر كابتن رفعها 2002 هو فرناندو هيرو. تتوالى الاسماء، تتعاقب الاجيال، والريال يبقى نادي البطولات. ترفع العاشرة العالية الغالية يا ايكار. كاسياس والريال كامبيون دي اوروبا، الشامبيون دي اوروبا، بطل اوروبا، الكامبيون دي اوروبا. لا جازيتا ستفرح للريال من اجل كارلو انشيلوتي، والماركا صاحبة الرداء الابيض ستعنون لديسيما ميتيكا اسطورية يا المرنجي. وصحافة الضاد ووكالات الانباء الناطقة بلغتي ولغتك ستعبر وتقول في ماتش المجنون: اهدر الاتلتيكو لقب تاريخي، راسيتي راموس تعيد الريال لحلم العاشرة. وفي الشوط الثاني جاهزية وجوهزية مدريد تجهز على الاتلتي لتكون العاشرة جاهزة يا المرنجي. الريال لديسيما المستحقة، قبلها انت يا بيل، عانقها انت يا ولد الحمامات. الياسمين ينتظرك هناك، سيكرمونك اولاد بلدك هناك. ترفع كاس غالية بباسبور الماني، ولكن بارث وقلب وعقل تونسي. سيرخيو راموس كما انت كبير يا زيدان، قلتها في سنة الان قد اختتمها: كما انت رائع وكبير يا راموس. كارلو انشيلوتي مدرب النهايات، انشيلوتي لا يفشل في الفينالات. الكاس ترفع من هناك برمزية الاحتفال، واخوان كارلوس يهديها له راموس ويقول له: هذه لك، مثل ما هديناك الاوروكوبا والمونديال، هذه الشامبيونز لك كمدريدي وكاسباني. وغدا سنلعب من اجل الورد كاب، شامبيونز ليج تصل الى مداها الاخير. 2014 بورلا ديسيما، وتحققت الديسيما ايها المشجع والمناصر. الريال وهلا مدريد، ترفع هنا وتعنون وتسمع ونستمع اليها في قلب لشبونه. الريال يكسر كل الارقام، الارقام تكسر من الريال. رونالدو انشيلوتي اول مره يفوزون في لشبونه. انها بحق، انه فعل ليله تاريخيه من افعال النجوم، من اقدام الرجال، من كتيبه ريال العاصمه مدريد. ريال مدريد بطل اوروبا 2014، سيلعب السوبر ضد اشبيلية، وسيقاتل من اجل مونديال الاندية. ستسعد المغرب هناك بالريال، وهم كثيرا منهم يعشقون الملكية. عرب اتوا هنا واستمتعوا بالشامبيونز والفير بلاي وقيمة الابطال، ماركتينج وبزنس وكورة ورهان واجواء وافراح. رونالدو يفرح اليوم، يضحك اليوم. رونالدو الكوماندانتي يؤكد ان له صوت على وسيعلو فوق صوت مدريد الروسيه. 10 القاب للريال، 7 كؤوس للميلان، والقادمه لمن؟ 2015 موعدنا. ساشكر كل الزملاء الذين تداولوا على التعليق من دوري ابطال اوروبا 2014، كل الاسماء التي قدمت وحللت، وان شاء الله نلتقيكم بعد اسبوعين هناك من ارض السامبا على شواطئ كوباكابانا، اقصد من الماراكانا. برازيل تنادي العالم وتنادي الجميع. تحياتي عصام الشوالي، ولا العوده لزميلي نختار بالريش. نختار تفضل.